طلاب الحلقات أن يثبتوا على هذا الإرث العظيم الذي يسره الله عز وجل لهم وفتح قلوبهم له وحببهم فيه. فأقسم بالله أن من ثبت على هذا الإرث العظيم فإن الله قد أراد به خيرا، بل هو من أهل الجنة إن شاء الله، حيث أضل الله عز وجل عن هذا الإرث العظيم أمما لا يكاد يحصون. وأنت قد أخذ الله بناصيتك للبر والتقوى ويسر عليك البقاء في هذه الحلقات وحببك في حضورها ويسر عليك حفظ كتابه، لما فعل الله بك ذلك؟ لما؟ لأنه يريد بك شرا؟ الجواب لا والله، بل يريد بك خيرا، يريد بك خيرا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. وأعظم التفقيه في الدين أن تحفظ كلام الله عز وجل وأن تتعقل معناه وأن تتدبر مدلوله، وهو ما تتعلمونه في هذه الحلقات. فاثبتوا عليها، ثبت الله قلوبكم، اثبتوا يا أهل السنة، فإنكم في زمن كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات، وأعظم أسباب الثبات هي هذه الحلقات، هي هذه الحلقات التي تقضي فيها ردحا طويلا من الزمان من عمرك، تتعلم فيها كتاب الله وتسمع فيها آيات الله تتلى عليك ليلا ونهارا مع إخوان لك يذكرونك إذا غفلت ويعلمونك إذا جهلت. هؤلاء هم الذين يقصدهم الله عز وجل بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك، عيناك فقط، البصر مو جسمك تطلع، مجرد البصر لا تعد عنه، خليك دائما تعاينه وتعاين وجيهه، لا تقول كذا، فكيف تنصرف عنهم بكليتك وبقلبك وبجسدك أصلا وتترك هذا الخير العظيم؟ لا يغرنك أهل الباطل وشهوات أهل الباطل، فإنهم في سفال وإلى سخط الله سائرون. لا يغرنك كثرة من هلك كيف هلك، لا، وإنما العبرة بالناجي في هذا الزمان كيف نجا. فأعظم أسباب النجاة هذه الحلقة.